لو انت خايف تعمل مهارة تتقطع منك، اول مهارة تيجي في بالك هي السيزر، اعملها كده تقلب على وشك، لانك بتعمل الحركة دي زي ما انا وريت. الصح ان انت تزقها مش تدوس عليها، تاخد الكرة على طول وتستلم وتروح وتمرقص، وفي الاخر بتتقطع منك. لا غير حاجة واحدة، خليك ايجابي وباصي عشان ما تندمش في الاخر.